فريق، فاللاعبين كلهم كل واحد اللي راح عمل شوبينج، اللي راح يشوف حيوانات نادرة هناك في الإمارات موجودة، دي لقطات من اليوم النهاردة، واللي راح نزل البحر أو قعد في إحدى الشواطئ هناك في دبي، هو اليوم فري يعني بالنسبة لهم، مفيش تدريبات ولا حاجة، الصبح بس كان في بعض التدريبات اللي في الجيم كده بسيطة يعني. فقدامنا دلوقتي على الشاشة أحمد الشيخ وحسين السيد ومحمد مجدي أفشة. أفشة وأحمد الشيخ لابسين الزي الإماراتي في لقطة مميزة في الحقيقة، هم بيحاولوا يقلدوا حتى طريقة السلام والتحية في الإمارات بتبقى عاملة إزاي، يعني الموضوع لذيذ وطريف في الحقيقة، والراجل الإماراتي بيقعد لأفشة يعني الزي نفسه. وهنا لقطات في الحقيقة مميزة جدا، ومع الزرافة مثلا، وفي منطقة هناك فيها بعض الحيوانات النادرة اللي ممكن ما تشوفهاش في أي حتة يعني في العالم، فهم كانوا حريصين يعني الثلاثي ده بالتحديد إن هو يستكشف جوانب جديدة في دبي وأمور وحيوانات مختلفة. فده كان من ضمن الأمور يعني هم هنا بيتجولوا في هذه المنطقة. ده فيما يتعلق بحسين والشيخ وأفشة. كمان في البعض من اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم راح عمل شوبينج، واللي راح احدى الشواطئ هناك في الامارات، ودايما الكلام ده بيبقى مطلوب بالمناسبه يعني المعسكرات اللي بتبقى يعني اسبوع او كلام من ده اكيد بيبقى في ملل من الماتشات او عفوا من التدريبات. انت دايما معسكرات النادي الاهلي بيبقى فيها التزام غير طبيعي، مواعيد الصحيان، مواعيد النوم، الفطار، التدريبات، كل الكلام ده، فطبيعي لازم في كسر لحالة الملل، ده شيء يعني مميز جدا وطبيعي جدا، ده إحدى الضباع تقريبا يعني. فالأمور دي بتبقى مهمة دايما في المعسكرات، والفريق بكرة هيرجع للتدريبات بشكل طبيعي يعني. لقطات مميزة ومهمة، وبيخرج من خلالها لاعبو النادي الأهلي ليه من حالة التركيز الشديد في المعسكر، بس بكرة يرجعوا لنفس الحالة يعني بإذن الله. طبعا عايز أشكر مجهود زمايلنا في قناة النادي الأهلي اللي موجودين هناك في الإمارات، سواء محمد الدكروري أو أحمد يحيى، واللي عاملين مجهود أكثر من رائع بصراحة، وجايبين لقطات ما أعتقدش إن هي اتعرضت خالص، فمش هينفع تتعرض لأن طبيعي إن هي لقطات خاصة بقناة الأهلي بس، ودايما إحنا بنحاول نعيشكم في الأجواء لحظة بلحظة، وده دورنا وشيء بيبقى مهم جدا ننقل كل كبيره وصغيره بتخص معسكر النادي الاهلي او اي شيء بيخص النادي الاهلي بشكل عام لكل جمهور الاهلاوي العظيم. دي احدى التماسيح يعني، المنظر اكيد بيبقى صعب شويه او مرعب شويه، لكن كلها امور غايه في الاهميه. دي كانت بعض اللقطات يعني الخاصه باليوم الترفيهي اليوم الخاص بلاعيبه النادي الاهلي، وبالتحديد الثلاثي ده، معنا لقطات مميزه ليهم في الحقيقه. طيب كمان عندنا تصريحات مهمة قوي